نضال مصطفى. طاقة الإيجابية باخدها من صوتي. بحب أنشد كتير أنا وإخواتي، دايما بنعمل أعداد خاصة بالموسيقى. أنتو تخيلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي. عم بشتغل على صوتي، عم طور موهبتي، هيدا كله من فضل أنا اللي دعمتني من أول الطريق. كمان بحب أصير طيار، شوف العالم كله وتعرف على ناس جديدة ويوصل صوتي العالمية.